أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا مزج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة هدايا بدر في الساقين، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها وابتسامتها الجميلة بتواجه كل صعب، بتتحدى الإعاقة، بتتحدى الظروف اللي فرضتها عليها الإعاقة. ابتسامة جميلة رغم بدر ساقين، على كراسي مصنوعة من البلاستيك، بتعيش حياتها، بتستعوض بيهم عن سقاياها المبتورتين، قوة إرادتها وعزيمتها، ابتسامتها الجميلة، بتتحدى كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لأهل الإرادة والتحدي، تثبت لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست جسد.